مرحبا بجميع أصدقائنا في قناتكم معالم المعرفة. اليوم سأقدم لكم أحد أروع عروضنا المستمرة من هجمات الحيوانات المفترسة في عالم الحيوانات. كل مقاطع الفيديو التي لا تصدق ستجدونها معنا في قناتكم المميزة. لقد بحثنا جيدا ووجدنا لكم مقاطع فيديو جديدة وحصرية التي ربما لم تشاهدوها بعد، بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي قمنا بنشرها لكم سابقا. دعونا لا نطيل الكلام ونذهب مع بعض للاستمتاع بمشاهدة هذه المقاطع الحصرية. شاهدوا كيف يحلق هذا الحيوان في السماء. إن هذا المفترس الجائع يبحث عن شيء يأكله لنهار اليوم. يكاد لا أحد يستطيع الهروب من هذه الرؤية القوية التي يتمتع بها هذا الطائر الفريد من نوعه، إذ أن هناك الكثير من الأنواع الأخرى تعمل بنفس هذا الشكل. تطير وتقطع مسافات كبيرة وهي تبحث عن شيء لتأكله، وأي حيوان يظهر أمامها يمكن أن تصطاده وتلتهمه في مشاهد تحبس الأنفاس. تمتلك كل من النسور والثعالب البرية العديد من الأنواع التي تختلف في الحجم والشكل واللون والمظهر، إلا أن العديد منها يشترك في نفس الموائل التي يتواجد بها. تعتبر الثعالب واحدة من أفضل المفترسات سرعة وذكاء في هذا العالم، ولهذا فإنه ليس بمقدور أي طائر مفترس اصطياده وأكله، بما في ذلك النسور على سبيل المثال التي تبقى بعيدة عن متناول صيد هذا الثعلب الخطير. إلا أنه من ناحية أخرى هناك نسر معين يحب لحم الثعالب كثيرا. عندما يقتل النسر الثعلب سيحدث ذلك بشكل أساسي مع النسر الذهبي فقط، وهو أحد أكبر وأقوى النسور المفترسة في عالم الحيوان. إلا أن هناك اختلافات إقليمية في عادات الأكل، وهي أن فريسة النسر الذهبي تتكون أساسا من الثدييات الصغيرة مثل الأرانب والسناجب. ومع ذلك هناك العديد من الأحداث التي تشير إلى قتل هذه النسور للثعالب كذلك. يبدو أن النسور الذهبية قد تعلمت اصطياد هذا النوع من الحيوانات بسهولة كبيرة، وهناك عدة مشاهد تظهر النسور وهي تصطاد الثعالب التي هاجمتها وقتلتها في مشاهد تحبس الأنفاس، وهذا ليس من الصعب تصديقه في عالم الحيوان، إذ يقتل النسر الذهبي أحيانا حتى العجول والأغنام والماعز، وهذا وفقا لتقارير عديدة من مربي الماشية في المناطق التي يسكنها هذا النوع من النسور المفترسة. في الأخير أرجو يا أعزائي المشاهدين أن تكون مقاطع اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. لا تنسوا دم وضع إعجابكم بالمقطع، كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد.